الليلة خمر ونساء وسكر وعربدة. النهاردة هنستخدم عصير العنب اللي هو المي اللي أنا جبته مع البوكس بتاع الهدايا. بصي وانت بتشيلي الغطا خدي بالك بيفرقع وبيعمل جامد قوي، فعشان ما تتخضيش يعني بيعمل صوت جامد جدا. هو لوحده طعمه حلو جدا جدا وفيه صودا خفيفة جدا، فتحس ان هو حاجة رايقة كده، رايق يعني. هنعمل بيه برضو عصير رايق كده. هنجيب الكاس ونحط معاه شوية من عصير العنب وطبعا تلج وشوية من المياه الغازية، ودي اختياري. وبعد كده هنجيب عصير أناناس زي ما انتوا شايفين وننزل بقى كده على التلج. بصوا بقى الألوانات فصلت وبقى ايه، تحفة، شكله تحفة. وشريحة بقى من الليمون، ورقة نعناع، ودلعي نفسك بقى. بصوا الجمال بقى بجد، يعني شكله وطعمه حلو. طبعا انت هتقلبيه وتشربي، طعمه حلو جدا. هنعمل بقى المشروب التاني ببقيه بقى الازازه بتاعت الاناناس. هنوديها فين؟ هنفضي بقى عصير الاناناس ونحط تلج، ونحط تلج مجروش عشان احنا هنفصل الالوان. وانا استخدمت الموسي اللي هو بالتوت علشان ده لونه ازرق، او استخدمي اي نوع مياه غازيه لونها ازرق. وحطيت عليه معلقه من البلو كوراسول اللي انا كنت عاملاه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه، وهو محلول ازرق كده فخلى لون الموسي لونها ازرق بشويه. ونزلت عليها بالمعلقه كده على ظهر المعلقه علشان الالوان تفصل زي ما انتم شايفين. هنبهدل الدنيا، مفيش مشكله، هنمسحها مفيش مشكله، المهم نفس الالوان. شوفوا بقى الالوان فصلت بقى حلو ازاي. حطيت طبعا الليمون والنعناع، ما اقدرش اقول لكم والله طعمه حلو جدا جدا جدا. وتقدر تستخدمي اي مشروب مياه غازيه لونه ازرق، ومش لازم تحطي البلو كراسول اللي انا عملته. تالت مشروب بقى هنعمل حاجه بالفراوله. فاكرين القطه اللي انا عملت منها الكوكيز بتاع البرتقال؟ هي عملت مشروب بالفراوله حلو قوي، بس هي كان عندها فراغ جامد يعني ومرار طافح كده، قعدت تشيل الحاجات الذهبي اللي موجوده جوه البذور بتاعه الفراوله. فطبعا انا ما عملتش كده، انا بس هعمل زيها. حطيت الفراوله جوه الكوبايه وههرسها زي ما هي عملت. لو انت خايفه ان الكوبايه تتكسر اهرسي بس براحه، هي كده كده الفراوله يعني طريه ما تهمكيش، او هرسيها بره وحطيها بعد كده في الكوبايه يعني ما تضايقيش نفسك. بصي بقى، وبعد كده هنحط بقى تلج ونحط مياه غازيه، يعني السفن اب او اي نوع مياه غازيه ملهاش لون الموجوده في السوبر ماركت. بعد ايه ما نحط التلج، بصوا هي بعد ما حطت المياه الغازيه حطت حاجه كده اسمها ياكولت او حاجه كده، يعني نوع من انواع اللبن فيه بروبايوتيك، ده مش عندنا فاحنا مش هنحطه. وهستخدم بقى بعد كده الموسي الازرق زي ما هي هتعمل، بس انا هنا مش هحط حاجه على الموسي، هسيبها بلونها اللي هو اللبني الفاتح. طبعا حطيت المياه الغازيه وحطيت شريحه من الليمون، وهنزل بقى بالموسي. بصوا بقى هي لونها بيبقى عامل ازاي، فاتح ازاي. بس كده دول التلات مشروبات، عملنا المشروب بتاع القطه، وعملنا اللي بالاناناس والموسي، واللي بالعنب والاناناس. يا رب تكون مشروباتي عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لايك وفولو وشيروه مع اصحابكم، واكتبوا لي كومنت حلو. وباي باي.